تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، السيد معاون العميد للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور سعد عبد الزهر المحترم، السادة الحضور الأكارم، أسعد الله مساءكم باليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في قراءة جديدة من قراءات نادي الكتاب الدولي، القراءات العلمية والثقافية والأدبية. وقراءة هذه الليلة بعنوان الأدب والأنثروبولوجيا، تقدمها لنا الأستاذ الدكتور هناء خليف غني التدريسية في قسم الترجمة. والدكتورة هناء خليف غني حاصلة على شهادة الدكتوراه في المسرح الحديث عن أطروحتها الموسومة. بمفهوم المأساة الجديد في المسرح البريطاني والأمريكي الحديث. الدكتورة حاصلة على عدة جوائز ومنح مختلفة، منها جائزة أفضل تدريسية في كلية الآداب لعام 2012، وجائزة يوم العلم عن ترجمة كتاب ما الذي يفعله الأنثروبولوجيون. لها عدة أعمال ومنجزة، منها كتاب القارئ الضمني أنماط الاتصال في رواية من بنيان إلى بيكيت، عن دار الشؤون الثقافية العامة عام 2006، الحركة الإسلامية الشيعية في العراق بالاشتراك مع مصطفى نعمان أحمد، عن دار الكتاب بغداد عام 2011، مقالات في الثقافة الاستراتيجية عن دار الحكمة عام 2011، العيش في الشوارع أنثروبولوجيا التشرد أيضا عن دار الحكمة عام 2011، هل نعيش حقا في عصر ما بعد الحداثة عن دار الشؤون الثقافية العامة عام 2012. ثم صدرت طبعة ثانية عن هذا الكتاب، عفوا عن دار شهريار عام 2020، الدراما الحديثة والإرهاب عن مكتب الأمير النشر عام 2013، والعلم عند الشيعة دراسة في مؤسسة مرجعية التقليد دار عدنان للطباعة والنشر عام 2013. للدكتورة العديد من الكتب المنشورة والأبحاث والمشاركات في المؤتمرات والندوات والورش العلمية في الكلية وخارجها. أهلا وسهلا بك يا دكتورة، سيرة طيبة ومباركة، ونتمنى لك المزيد من الإنجازات والإبداع العلمي. قبل أن نبدأ هذه القراءة وهذه المحاضرة، نعزي أنفسنا وأسرة قسم اللغة الفرنسية لمصابهم بفقد أحد أعمدة هذا القسم، الأستاذ المساعد دكتور ماجد جميل صيف الذي وافته المنية صبيحة يوم الجمعة أثر عارض صحي أو جلطة تعرض لها. والآن نكون في دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة وإهدائها إلى روح الفقيد. صدق الله العلي العظيم. لأهله وذويه ولقسم اللغة الفرنسية الصبر والسلوان والرحمة والخلود لروحه الطاهرة. الآن نبدأ مع الدكتورة قراءة هذه الليلة الأدب والأنثروبولوجيا. تفضل يا دكتورة على بركة الله. في البدء يطيب لي التوجه بالشكر الجزيل إلى كل القائمين على منصة كلية الآداب نادي الكتاب، وأخص منهم بالذكر عميد كلية الآداب المحترم الأستاذ عبد الباقي الخزرجي، أستاذ الدكتور والدكتورة آيات والدكتور حسين والأستاذ علي، وإلى جميع المسهمين في تقديم هذه المحاضرات المعرفية المبهجة. كما أود وأن تهز الفرصة وسبقتني إليها دكتورة آيات، كما أود التعبير عن بالغ أسفي وحزني والتوجه بخالص العزاء إلى أساتذة كلية الآداب بعامة
وإلى أساتذة قسم اللغة الفرنسية، وعلى رأسهم أستاذتنا وأختنا زميلتنا لمياء كاظم مفتن لهذا المصاب الجلل، للأستاذ ماجد المغفرة، ويعني ندعو الله أن يكفله برحمته ويدخله واسع جناته. عنوان الكتاب الذي أروم التحدث عنه هو الأدب والأنثروبولوجيا. ويعني قبل المضي في الحديث عن هذا الكتاب، أود مشاركتكم معلومتين أظنهما كاشفتين. المعلومة الأولى تتعلق ب وردت في لقاء للروائي والشاعر والمترجم العراقي المغترب سنان أنطوان في مقابلة له مع مختبر السرديات البحريني، قال شيئا مهما فيما يتصل بترجمة الأعمال من اللغات المختلفة، النصوص الأدبية تحديدا من اللغات المختلفة إلى اللغة الإنجليزية، إذ قال عندما تحال أو تقدم الأعمال المترجمة من اللغات المختلفة إلى دور النشر الغربية البريطانية أعتقد تحديدا، تحال إلى مراجع أدبي، إلى مراجع أدبي، ما عدا أما في حالة الأعمال الأدبية والنصوص المترجمة من العربية إلى اللغة الإنجليزية فتحال إلى باحث أنثروبولوجي. طبعاً هذا الباحث الأنثروبولوجي هو يجمع بين الحقلين الأدب والأنثروبولوجيا، هذه المعلومة أعتقد أنها كاشفة ومهمة للغاية من حيث يعني إلقاءها الضوء على أهمية الأنثروبولوجيا في التعريف بالمجتمعات والثقافات المختلفة، وحتى الجماعات البشرية الأنساقها الثقافية وغيرها، والتنبيه إلى شدة الاهتمام بمنطقتنا وبكل ما تحويه هذه المنطقة من أديان وثقافات وغيرها، مقارنة بقلة الاهتمام بالاتجاه المعاكس. أما المعلومة الثانية التي يعني أظنها كاشفة أيضا فوردت في مقدمة الفصل الثالث من الكتاب الذي سأتحدث لكم عن محتوياته وفصوله، وهي المقدمة عبارة عن ثلاث حكايات، كل حكاية تمنحنا فكرة عن موقع الباحث الأنثروبولوجي، صورة الباحث الأنثروبولوجي هل هي صورة واعدة أم لا. اسمحوا لي أساتذتي الكرام أن أقرأ لكم المقدمة، مقدمة الفصل الثالث. الحكاية الأولى، حزيران 1983، بعد أسبوع من تقديم أطروحة الدكتوراه في جامعة أكسفورد، زرت المستشفى الرئيس في المدينة لقلع اثنتين من أسنان العقل، ولم يتأخر أصدقائي في استغلال هذه الفرصة للتندر. سألتني طبيبة الأسنان بينما كانت تعد عبرة التخدير، ماذا تعملين؟ فأجبتها أعمل أنثروبولوجية. هذا يعني أنك ستعملين للجميع أليس كذلك؟ طبعا الحديث على لسان الباحث نفسه جيرمي مكلانسي. لم أستطع الرد برغم شعوري بالغضب والمباغتة، كان المخدر قد فعل فعله في لثتي. اكتفيت بالدمدمة بينما كان وجهي يشتعل حرارة. الحكاية الثانية، في تشرين الثاني عام 2000، وفي برنامج من يرغب أن يصبح مليونيرا، وهو برنامج يبثه التلفزيون البريطاني. السؤال الموجه إلى المتسابق، ماذا يدرس الأنثروبولوجيون؟ هذا هو السؤال، وطبعا أربعة إجابات، من بين هذه الإجابات كان البشر، لكن المتسابق للأسف
اختار الجواب الخاطئ. في آذار عام 2002 سأل مذيع في قناة البي بي سي البريطانية، يعني الناس، هناك استطلاع عن آراء الناس عن رأيهم بالباحث الأنثروبولوجي، فكانت الإجابة طبعاً يعني مختارات من الإجابات: الباحث الأنثروبولوجي انتقائي للغاية، صعب الإرضاء، كثير الجدل، كثير الانتقاد لسلوك الآخرين، غريب الأطوار، ملتحون، ذو شعر طويل، جادون لكنهم مقبولون أحياناً، مجانين لا يمكن التفاهم معهم. هذا يعطينا صورة أو فكرة عن الصورة العامة التي يحوزها الناس عن الباحث الأنثروبولوجي. هناك سوء فهم كبير كما سيتضح لنا يعني أسباب مختلفة، ربما إذا سمح لنا الوقت سنأتي على ذكرها ومناقشتها. الكتاب الأدب والأنثروبولوجيا هو مجموعة من المقالات المعنية بمناقشة العلاقة بين هذين الحقلين المعرفيين. توليت اختيار هذه المقالات وترجمتها بتكليف من دار المأمون للترجمة والنشر، وأود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة إشراق عادل مديرة الدار لمتابعتها مسألة الصدور. الكتاب في المراحل النهائية ويتوقع له الصدور في الشهر القادم إن شاء الله بعد الانتهاء من مراحل المراجعة يعني النهائية له. كما أود التوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المساعد الدكتورة ميساء طه خماس من قسم اللغة العربية لتجشمها عناء المراجعة اللغوية للكتاب وتصويبها الكثير من المسائل ومناقشتها معي، فلها يعني جزيل الشكر، جزيل الشكر. المسهمون في الكتاب هم باحثون من خيرة الأساتذة في مجال الأنثروبولوجيا، بعضهم بالأصل هو باحث أنثروبولوجي لكنه يعني معني ومهتم بالكتابة الأدبية، وبعضهم كتاب لتسي يعني أدباء لكنهم مهتمون بالأنثروبولوجيا ومهتمون بالاشتغال الأنثروبولوجي. دعوني أمنحكم يعني فكرة عن فصول هذه الكتاب العنوانات تحديدا. فالفصل الأول هو الأدب والأنثروبولوجيا لأندرو براندل، وأندرو براندل في حالة اطلاعكم على السي في سأعطيكم فكرة عنه بعد ذلك، سترون كم هو مهتم بموضوعة الأنثروبولوجيا الأدبية. الفصل الثاني أنثروبولوجيا القراءة الأدبية ماسيج ماريل. الفصل الثالث صورة الأنثروبولوجي في الأدب الحديث جيرمي مكلانسي. الفصل الرابع سردنة الحقل مقاطع والسرود في قصص برونيسلاو ماليونيفسكي عن البالوما، كتبها باحثان هما أندرو براندل وسويام باغاريا. الفصل الخامس الشعر والأثنوغرافيا تتبع صلات القرابة، المؤلفة سوي بام هاري باريا، وسوي بام هاري باريا هي الباحثة يعني فاجأتني كثيرا إذ راسلتها ويعني طلبت منها إرسال ديوانين اعتمدت عليهما في دراستها ويعني أرسلتهما لي مشكورة. الفصل السادس أنثروبولوجية منهمكة في العمل قصائد روث بنديكت، والمؤلف هو أو الكاتب فيليب شويغ هاوسا. بالنسبة للمسلمين أندرو براندل يعمل أستاذا للأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة هارفارد، وله العديد من الدراسات الأثنوغرافية عن تشكيل الثقافة الأدبية في برلين في سياق النهوض التاريخي للبرجوازية الثقافية في القرن التاسع عشر. تضم قائمة اشتغالاته البحثية موضوعات الهجرة والثقافة الأدبية والاستشراق. جيرمي مكلانسي أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة أكسفورد في بريطانيا، وتعمل كذلك مديرة للمركز الأنثروبولوجي للحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية.
سويان بجاريا يدرس في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة فرجينيا، وهو متخصص في العمل الميداني النوعي والعلوم الاجتماعية الحاسوبية. سويبام هاريباريا باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في قسم الصراع ودراسات التنمية في جامعة جنت في بلجيكا، لكن أصولها هندية. عملت هاري باريا في معهد الدراسات المتقدمة في مدينة شيلما، وكذلك في مركز الأنثروبولوجيا الاجتماعية ومعهد تاتا للعلوم الاجتماعية في مدينة جوهاتي في الهند. فيليب شويغ هاوسا يعمل أستاذا للأدب الشمال الأمريكي، وحصل على الماجستير والدكتوراه في جامعة بازل في سويسرا، ويعمل فيها هناك منذ العام 2009، وكذلك يعمل رئيس للجمعية السويسرية للدراسات الشمال الأمريكية لحد الآن. ماجي ماريل هو باحث أدبي واجتماعي ومترجم، ويعمل أستاذا مساعدا في معهد الأبحاث الأدبية التابع لأكاديمية العلوم البولندية. طبعا هذا يعني سيرة مختصرة لهم، إنما السي في لبعضهم يضم الكثير من الدراسات والمشاركات المعرفية الممتازة. تجمع مقالات هذه الكتاب بين جانبين مهمين لي شخصيا، هما الأدب والأنثروبولوجيا. الأدب طبعا هو تخصصي في الأصل، والأنثروبولوجيا التخصص الذي اخترته في الترجمة، واخترت ترجمة الدراسات عنه. تنبهت في ترجمتي لسلسلة الكتب والدراسات الأنثروبولوجية إلى جوانب التشابه العديدة التي تجمعها مع النصوص الأدبية من حيث الموضوعات بالدرجة الأساسية، ولكثرتها وتنوعها لا أخفيكم شعوري بالدهشة عند جمعي لدراسات هذا الكتاب حقيقة. مقارنة يعني، وهذه إحدى الاستنتاجات يعني في ختام المحاضرة، مقارنة بالدراسات العربية عن الأدب والأنثروبولوجيا أو الأنثروبولوجيا الأدبية، هناك لا أبالغ إذا قلت المئات من الدراسات باللغات المختلفة الإنجليزية تحديدا، مقارنة بندرة أو قلة الدراسات باللغة العربية عن هذا الجانب. ربما إذا سمح لي الوقت سأستعرض معكم عددا من الدراسات العربية على قلتها، أجد يعني فرقا كبيرا بيننا وبين العالم الأنجلوسكسوني من حيث تناول هذا الموضوع. فقد لاحظت تبادل الأدوار بين الأنثروبولوجيين والمؤلفين، سواء كانوا مؤلفي روايات أم قصصا قصيرة أم قصائد، وظهر تبادل الأدوار هذا في تأليف بعض الأنثروبولوجيين لروايات وقصص قصيرة ودواوين شعرية، وفي توظيف المؤلفين الأدبيين لمناهج العمل الأنثروبولوجي أو لتقنيات العمل الأنثروبولوجي في أعمالهم، إضافة إلى حضور الكثير من الشخصيات بنوعيها الرئيسة والثانوية بصفة أنثروبولوجيون في النصوص الأدبية. من هذه الأعمال مثلاً هناك ما لا يقل عن عشر روايات رئيسة ومهمة، إما اتخذت من علماء الأنثروبولوجي شخصيات رئيسة فيها، أو تتحدث عن واقع العمل الميداني بالنسبة للباحثين، عن المصاعب التي يواجهونها في العمل الميداني، عن علاقتهم مع المجتمعات المحلية. لكنني اختاريت لضيق الوقت الحديث عن روايتين فقط. من هذه الأعمال رواية جذل ليوفيريا للأمريكية ليلى كينج، التي وضعت عالمة الأنثروبولوجيا مارغريت ميد في محور أحداث الرواية، في حين اعتمدت الباحثة الأنثروبولوجية لورا بوهانن في كتابة روايتها العودة إلى الضحك إلى تجربتها الميدانية مع جماعة تيف المحلية في نيجيريا. ومن هنا يعني ربما هذه دعوة، أتمنى في يوم ما أن أجد مثلا مصطفى شاكر سليم، أول أنثروبولوجي في العراق، ربما يكتب دراسة أنثروبولوجية عن الجبايش في البصرة، أخبار تشبايش في البصرة. أتمنى أن أجده شخصية في إحدى روايات، في إحدى
القصص أو إحدى الأعمال الأدبية. في عام 73 قارن عالم الأنثروبولوجيا الثقافية كليفورد غيرتس بين مفهومي الثقافة والنص، مبيناً أن ثقافة جماعة بشرية ما ليست سوى مجموعة من النصوص التي يجتهد الأنثروبولوجي في قراءتها. وبعد ذلك بعقد تقريباً استجلى جيمس كليفورد وجورج ماركوس في كتابهما كتابة الثقافة شعريات الأثنوغرافيا وسياستها، أحد الكتب الرائدة والمهمة في هذا المجال، يعني تصدى لمثلاً مسألة مناقشة مسألة دراسة الكتابات الأنثروبولوجية بوصفها نصوصاً أدبية، وبالعكس يعني نصوصاً، وكذلك النصوص الأدبية بوصفها نصوصاً أنثروبولوجية. ولاحظ الحضور الواضح للعديد من المفاهيم والتقنيات الأدبية في ممارسة الكتابة الأنثروبولوجية، وقد أدى هذا الحضور مثلاً إلى تفكير الباحثين الأنثروبولوجيين مارغريت ميد وإدوارد سابير وروث بنديك في أنفسهم بوصفهم أنثروبولوجيين وكتاباً أدبيين في آن معاً. وهذا ما ظهر في القصائد التي نشروها في الكثير من المجلات الأدبية المعتبرة وفي نقاشاتهم المثمرة بشأن نصوصهم الشعرية، وهذا هو موضوع الفصل السادس من هذا الكتاب. وعلى الرغم من أن الأنثروبولوجيا الأدبية خلافا للأنثروبولوجيا الثقافية واللغوية والحيوية والأثرية لم تدرج حتى الآن ضمن تخصصات هذا الحقل الفرعية، إلا أن هناك من الدراسات والجهود ما يؤكد قرب الاعتراف بها ضمن فروع الأنثروبولوجيا المهمة، ومنها الدراسة الأنثروبولوجية المستندة إلى الأدب عن الكاتب الروسي أنطوان تشيخوف، التي تقدمت بها الأنثروبولوجية والباحثة الفولكلورية الأمريكية كيرين ناريان. ينطوي حقل الأنثروبولوجيا الأدبية بحسب أستاذ الدراسات الأنثروبولوجية والفلسفية نيجل رابورت على جانبين مهمين، هما التركيز على الأدب في ذاته وجلاء الدور الذي يطلع به في حياتنا الاجتماعية والفردية. وعليه يمكن التعامل مع الأنثروبولوجيا الأدبية هنا بوصفها استكشافا لأنواع مختلفة من أجناس التعبير التي تنطوي على خصوصية تاريخية وتقييم ثقافي ومؤسساتية اجتماعية. من يعني أوجه التلاقي بين الأنثروبولوجيا مثلا والنصوص الأدبية، طبعا هذه في دراسة لرابورت، يقول إن الرواية الإنجليزية قد تأثرت بالواقعية الاجتماعية، بمبدأ الواقعية الاجتماعية، إذ كانت الكتابات تعتمد على عدد من الموارد الأدبية مثل الرسائل، المذكرات اليومية، وتراجم الحياة. ومثل ما هو الحال في الأنثروبولوجيا، كان الأدب الإنجليزي يرمي إلى تصوير تجربة الحياة الواقعية، وكان يتوقع من الرواية بحسب الكاتب البريطاني توماس هاردي أن تكون استثنائية كفاية لتبرير سردها ومتوافقة مع العادي والمألوف. في عمله الحقلي ركز رابورت على العلاقات الاجتماعية بين السكان المحليين في إحدى القرى البريطانية وعلى التعدد في وجهات نظرهم بالحياة، وصور تنوع المعتقدات الفردية وفوضى الواقع الاجتماعي. وهذه الفوضى تحديداً حاضرة كذلك في كتابات الروائي البريطاني إدوارد مورغان فورستا من وجهة نظر رابورت. فعلى شاكلة أعماله الحقلية كانت روايات فورستر تصويراً وترجمة للواقع، وعليه يبدو جمع العمل الحقلي مع الأدب ضرورياً لضمان تقديم صورة شاملة عن الثقافة البريطانية والمجتمع البريطاني طبعاً بحسب رابورت. وعلى غرار رابورت حرص كتاب المقالات المسمونة في هذا الكتاب على استكشاف مواطن التقاطع بين الأدب والأنثروبولوجيا، اللذين حضر كليهما بنحو متبادل في هذه النصوص. يمكن الاستشهاد هنا بما ذكره فينسنت ديباني من أن الأنثروبولوجيين في الإرث الثقافي الفرنسي يؤلفون كتابين لا كتاب واحد،
بعد عودتهم من العمل الميداني، أحدهما يستند إلى التجربة الحقلية والآخر ينزع نحو الأدبية في أسلوبه وتوجهاته. وبالمثل يبرز العمل الأدبي أحياناً من المذكرات الميدانية الأنثروبولوجية التي قد تشكل أساساً لرواية أو قصيدة أو مسرحية أو قصة قصيرة حتى. تركز المقالات في هذا الكتاب على العلاقة بين الأدب والأنثروبولوجيا وتتناولها من منظورات مختلفة. وبدءاً يعني يمكن القول طبعاً ناس عن المجال للإحالة والحديث عن النصوص، فهي أكثر من أن تعد التي تناولتها فصول هذا الكتاب، ولا يسعنا الحديث عن الكثير من المقاربات والأسماء التي ذكرت على أهميتها، لكن لضيق الوقت سأكتفي بالتركيز على أهم النقاط التي أجدها ضرورية لتقديم فكرة عن العمل. بالنسبة للفصل الأول، يبحث كاتب الفصل الأول أندرو براندل في العلاقة بين الأدب والأنثروبولوجيا كما تمثلت في مؤلفات عدد من الروائيين مثل زورا نيل هيرست. زورا نيل هيرستن روائية أمريكية معنية بحياة الأفرو أمريكان أو حياة مجتمعها الأسود، مشكلاته يعني مشكلاته طقوسه، مثلا أغانيه، حياته الاجتماعية، معتقداته، كل شيء. وكذلك أميتاب غوش وهو روائي أيضا من أصول هندية له في أرض قديمة يجمع فيه بين التاريخ والأسطورة والأنثروبولوجيا، وأرسولا بروبر أيضا في مقابل عدد من الأنثروبولوجيين الذين خاضوا غمار التأليف الأدبي مثل بول ستولا ولورا بوهانين وريناتو روزالدو ومايكل جاكسون. جميعهم مثلا أخص بالذكر منهم ريناتو روزالدو الذي كتب ديوان شعر بعنوان لطيف للغاية ومؤثر للغاية بعنوان اليوم الذي توفيت فيه شلي، أنثروبولوجيا الحزن والفقد، أثنوغرافيا الحزن والفقد، أثنوغرافيا أوف غريف أند لوس. وشلي هي زوجته، كانا في عمل ميداني لدراسة أحد الجماعات المحلية في الفلبين، لكنها أصيبت بمرض هناك وتوفيت يعني بسرعة، لم يستطيعوا إنقاذها، وكتب هذا الديوان استذكارا لها ويعني تخليدا لذكراها. في الفصل الأول يعني هذا مقتضب بشكل مقتضب جدا، لكن أتمنى أن أركز على بعض الأفكار المهمة في هذا الفصل وتحديدا فكرة المرافقة. بمعنى أندرو براندل يقول إن الأدب هو الرفيق المثالي للأنثروبولوجيا، والأنثروبولوجيا هو الرفيق المثالي للأدب. فيقول إن الأدب في القرن العشرين قد برهن إنه أحد مرافقي الأنثروبولوجيا المميزين، إذ هما الفكران الأكثر رسوخاً وقدرة على البقاء. وقد بذلت محاولات منهجية متعددة ومنتظمة للتفكير ملياً في الأشكال والمضامين التي تنطوي عليها هذه العلاقة بين الفرعين. للتدليل على حركة المرافقة هذه طبعاً هو يزودنا بأمثلة كثيرة، منها ما جذب انتباهي عذراً حركة المرافقة أو البقاء جنبا إلى جنب. مثلا يعني يورد مثالا عن الموقف الذي اتخذه الشاعر السوريالي الفرنسي ميشيل ليريس. ميشيل ليريس رافق الباحث الأثنولوجي مارسيل غريول في رحلة داكار جيبوتي المعروفة، هذه الرحلة معروفة جدا ويعني حتى هذا الموقع اشتهر، هي رحلة داكار جيبوتي. كانت هذه الموقعية هي المحور الرئيسي في عدد لا بأس فيه من السجالات الأكاديمية،
فبينما جسد عمل ليري سوقا للناقد فينسنت ديفاني ثنائية الأنثروبولوجيا والأدب المتشعبين، نلاحظ أن الكاتب والشاعر الفرنسي إدوارد غليسان قد قرأ النص على أنه يعكس كاتبا لم يتعود بعد على مزاولة النشاط العلمي، وهذا يحيلنا إلى النظرة إلى العمل في الحقل الأنثروبولوجي، هل هو علمي خالص أم هو أنثروبولوجي؟ هناك الكثير من الجدل والنقاش فيما يتصل بهذا الموضوع. نعرف من ملاحظات ليريس أن القصد من كتابة مذكراته اليومية هو أن تقف بالضد من عمله الأثنوغرافي، وحتى الاحتفاظ به بعيداً عن تناول غريديول. ومع ذلك من الأفضل مثلما بين المؤرخون الأدبيون قراءة النص في ضوء الروح الحداثية التي كتب بها في الأصل، وهو موقف لا يمحي المسافة بين الاثنين من جهة ولا يؤصل لخارجية أحدهم عن الآخر. فإذا بينما تسمح هذه القراءة بلفت الانتباه إلى إنتاج النصوص، فإنها لا تعمل على تحويل لحظة الكتابة إلى علامة دالة منفصلة عن الحياة الاجتماعية. طبعا أكثر من عمل، يعني أكثر من مبحث في هذا الفصل، لكن مثل ما قلت لكم لضيق الوقت سأكتفي بالتركيز على أهمها. مثلا هذا المبحث يتحدث عن العمل التأليفي، نظرة الأنثروبولوجي إلى التأليف الأدبي وبالعكس. إن تجارب مرافقة مثل هذه تقفز عبارة أو مشهد أو شخصية أو حدث أو حتى عمل أدبي كامل لتشغل أذهاننا واضحة للغاية في كلمات كاتب مثل مايكل جاكسون، الذي يمثل الأدب له موردا دائما في الحياة وأسلوب التفكير. مايكل جاكسون هو أنثروبولوجي، وهو في الوقت نفسه أديب، كتب الكثير من الدواوين الشعرية والنصوص الأدبية. الأدب بالنسبة له إنه من بين معاني كثيرة. ما فائدة الأدب؟ أن يجعل الحياة قابلة للعيش، إنه وسيلة تمكننا من تعديل تصوراتنا عن أنفسنا، تحديدا من خلال الاعتراف بوجود آخرين إلى جانبنا. إنه اعتراف من جانب الكاتب إني لا أكتب بل إني أكتب، إني لا أكتب بل إني أكتب، وهذا يذكرنا بفرانس كافكا، إني لا أؤلف بل أؤلف، بل أؤلف أي أتخذ من حياتي. لاحظ جاكسون أن السؤال الأكثر إلحاحا في حياته كان يتلخص على الدوام في كيف يكمل الأدب التجربة اليومية ويعززها، والتجربة اليومية هي الشغل الشاغل للباحثين الأنثروبولوجيين، فهم يدرسون المجتمعات البشرية في تفاصيل حياتها اليومية من خلال استعمال أو توظيف يعني تقنية الملاحظة بالمشاركة. أصبح العمل الميداني بالنسبة لجاكسون المستودع الرئيس الذي ينهل منه الأفكار ليوظفها في كتاباته، ويتجلى الشعر مثله مثل الدين في كتابات جاكسون في قدرته على استخلاص تحولات الذات وتوظيف تجاربه الميدانية واستغلالها في التأليف أثناء دراسته الأثنوغرافية مع اللاجئين في سيراليون. مثلاً كان جاكسون يفكر بالألم والمعاناة التي يرزح تحتها الناس واحتياجاتهم الضئيلة ظاهرياً، ورغبتهم في استعادة حيواتهم السابقة في أعقاب الدمار الذي حل بهم. ولذلك قال أو كتب: في المواقف العصيبة لا نأمل بالكثير، لا نحلم كثيراً، تخذلنا الكلمات ولا تترجم سوى القليل مما نشعر به. في هذه الظروف نحتاج إلى إرادتنا كلها لنتمكن من التحمل وحسب. ويحدث في ذات الوقت الذي كان فيه جاكسون منهمكا بدراسته الأثنوغرافية في معسكرات فري تاون، إنه كان يقرأ رواية أوسترليتس الكاتب الألماني وينفريد جورج سيبولد التي عاد إليها مرارا وتكرارا لتأمل صورة المعاناة المؤثرة التي كانت تتسرب إلى داخل الأرض مثلما كانت تتسرب إلى
داخل نفوسنا. وعندما كان جاكسون يفكر في الأشخاص الذين يستسلمون لخذلان الحياة، يقفز الشاعر البريطاني وستن هيو أودن سريعاً أمام ناظريه، ويتذكر مباشرة قصائد الشاعر الإنجليزي مالكولم لاوري حينما يفكر في قدرة البشر على تحمل أو على تخيل الاحتمالات الجديدة للعلاقة بين قدراتهم الداخلية وبيئاتهم. في الواقع يعني أحد المقاطع المهمة التي سأنتقل منها إلى الفصل الثاني هي عن انبهار الأثنوغرافيين بالأفراد الذين يقابلونهم في الميدان. العمل الميداني هو عبارة عن قصص، بيلتقي الأنثروبولوجيون بالأخباريين، والأخباريين هم مصدر المعلومات الرئيسة بالنسبة لهم. هؤلاء الأخباريون في حديثهم مع الأنثروبولوجيون ينقلون قصصاً عن مجتمعاتهم، مثلاً قصصاً عن عاداتهم الاجتماعية الثقافية، طقوسهم، علاقاتهم، القرابة وغيرها من المسائل. وأحياناً تعقد علاقات صداقة بينهم، وأحياناً بالعكس يتعرض الباحث الأنثروبولوجي إلى الكثير من المصاعب، الإحراجات، ربما حتى الاعتداء. هناك الكثير من الأمثلة عن ذلك. انبهر الأثنوغرافيون بالأفراد الذين يقابلونهم في الميدان إذ كانوا يعدونهم رواة قصص استثنائيين أو متبصرين، ولا سيما في ظل الافتراض الشائع بين الأثنوغرافيين بشأن الدور المحوري الذي يؤديه هؤلاء الأخباريون الأساسيون في تزويدهم بذخيرة معلوماتية مميزة عن الموضوعات والرموز والأساطير الثقافية التي تستند إليها قاعدة السرد القصصي. وقد أسفر ذلك عن نتيجة عرضية تتمثل في خلق مشكلة تحديد الموقع التأليفي والنوع الأدبي في الأداء الشفاهي، إضافة إلى فوضى التصانيف الشائعة التي يقع فيها محللو الاستعمال اللغوي الطقوسي والأسطوري والشعري. اشتغل عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية أدموند ليتش في دراسته عن ولاية كاشين في أقصى شمال مانيمار على المحتوى الأسطوري أكثر منه على الذاكرة التاريخية المتضعضعة. وتبعاً لذلك فقد عمل في تثبيت مكانة الفرد الذي يروي القصة. هنا طبعاً الحديث عن من راوي القصة، من هو؟ هل هو الأنثروبولوجي أم هو الأخباري؟ أم هو الأخباري؟ وهناك طبعاً يعني نقاش حول هذه المسألة. هناك أيضاً لكني لن يعني إحالات إلى دراسات عن مثلاً التحولات التي حدثت في الشعر العربي تحديداً في فلسطين، من الشعر الكلاسيكي إلى قصيدة النثر والشعر الحر، ومدى أهمية ذلك في عكس يعني التغيرات في مثلا الخطاب، في السلطة، في الرؤية العامة إلى الواقع الفلسطيني، الحياة. هناك أيضا حديث عن الأدب في السياق الكولونيالي والعلاقة بين المستعمر والمستعمر، لكني للأسف لضيق الوقت لن يعني أقف طويلا. هناك قصة يعني أجد من الضروري الحديث عنها، هي عن الأنثروبولوجية فينا داس. فينا داس كانت يعني لها دراسة ميدانية مهمة جدا لحوادث الاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء في اضطرابات العام 47 التي أعقبت تقسيم الهند البريطانية. في الكثير من المواقع التي أقرأها أحياناً لا يمكنني المضي في الترجمة أو مثلاً في القراءة يعني بشاعة وقسوة المشاهد التي أقرأها. فهنا مثلاً الحديث عن حوادث اغتصاب جماعية، حوادث قتل، لكن القصة التي تتحدث عنها هي قصة يعني إنسانية بحتة، وعنوانها افتحوا الشباك للكاتب الهندي منتو حسن سعادة. افتح الشباك تتحدث عن يعني شابة تعرضت إلى عملية اغتصاب يعني وحشية وألقيت في المستشفى، وكانت في النزع الأخير يعني في الأنفاس الأخيرة.
وكان الجو يعني خانقا حارا رطبا، وكانت ملقية. فالطبيب أمر: افتح الشباك، افتح الشباك علها تستعيد يعني أنفاسها. في الحالات مثل هذه يعني كان الأهل يودون أن لا تعود الفتاة إليهم، وكانت العبارة التي يعني يستقبلون الفتيات اللاتي وقعن ضحية لمثل هذه الحوادث هي: لماذا عدت؟ لماذا لم تموتي؟ لكن الأب خالف التوقعات، لأن الكاتب منذ سعادة يريد إيصال فكرة محورية، هو أن هذه المرأة ضحية، هذه المرأة ضحية. فقال لها: ابنتي حية، ابنتي حية، ساعدوها أرجوكم، ساعدوها. هذا الأب. الفتاة ماتت في نهاية القصة، لكن مجرد قول الأب يعني هو شكل معارضة، ويعني شيئا مناقضا أو مخالفا للمواقف التقليدية في هذه المسائل. طبعا انتقل من الفصل الأول إلى الفصل الثاني برغم وفرة التفاصيل عنه. في الفصل الثاني أنثروبولوجيا القراءة الأدبية، اعتبره بالنسبة لي من أجمل الفصول، فالحديث كله عن فعل القراءة والقراء. ونسيت أن أذكر لكم أن العنوان الفرعي للكتاب هو الأدب والأنثروبولوجيا، العنوان الفرعي النص المؤلف فعل القراءة. فهناك فصل كامل خصص لفعل القراءة وللقراء والمتلقين وأوضاع القراءة وأنواع القراء، ما بين مثلا قارئ حقيقي، قارئ مثلا منضبط، قارئ مبتدئ، مثلا أنواع كثيرة يعني لا يحضرني المجال الحديث عنها. العنوان الفرعي الأول هو ماذا يقرأ المجانين، ماذا يقرأ المجانين، وهو عنوان لافت. الحالات الأكثر خطورة تأتي لقراءة الشعر، قالت أمينة المكتب في أثناء الملاحظة بالمشاركة في مكتبة بارسو قبل دقيقة من قولها هذا. كانت إحدى السيدات التي اعتادت استعارة الكتب قد غادرت المكتبة. تلك هي المرأة المجنونة التي أخبرتك عنها، أضافت أمينة المكتبة. كانت السيدة الستينية ترتدي ملابس مبهرجة رخيصة، وتدلي بتعليقات خلافية عن الأقليات الإثنية. وفجأة طلبت السيدة ديوان الشاعرة البولندية بيسوافا شيمبورسكا، وكانت في الواقع الشخص الوحيد في المكتبة الذي يستعير دواوين الشعر طوال هذا اليوم. إذا تجاهلنا أحد طلاب المرحلة الثانوية الذي كلف بقراءة بعض قصائد الشاعر والناقد الأدبي والمسرحي البولندي جان ليشون، قالت أمينة المكتبة: مرضى مثقلون بالمشكلات يجدون ملاذا وسكينة في قراءة الشعر، ويصدق الأمر ذاته على ديستوفسكي الذي لا يقرأه سوى المجانين. اللافت للانتباه الاهتمام المتزايد بهذا المؤلف الذي أبدته مجموعة محددة من القراء في مكتبات أخرى. في مكتبة مدينة نوفا خوتا بدت أمينة المكتبة مترددة قبل أن تصرح برأيها. لا أدري إذا كان يتوجب علي الحديث عن هذا الأمر، لكن ربما لا مناص من ذلك. هناك أولئك الأشخاص الذين يواجهون مشكلات في العمل أو الإدمان على الكحول أو شيء من هذا القبيل، وبرغم ذلك هم قراء حقيقيون. إنهم يقرؤون بصدق، الكتاب عزيز عليهم وله مكانة خاصة في نفوسهم. إنهم يحبون الإحساس بالإثارة ويحبون الأعمال الكلاسيكية. إنهم يستعيرون أعمال تولستوي وديستوفسكي وغيرهم من الكتاب. ومثل ما وضح مدير المكتبة المركزية في مدينة كراكاو بصوت خافت، فإن العاطلين عن العمل يظهرون تفضيلات مشابهة، إذ تتردد هذه المجموعة كثيرا على المكتبة، أعني العاطلين عن العمل، وهم يشكلون نسبة كبيرة من القراء. يعني وهذا شكل مفاجأة لي، عاطل عن العمل ومهتم بالقراءة، إنه هذا النوع من الأشخاص من الشباب الذين يبلغون 30 أو نحو ذلك، إنهم يقبلون على قراءة ما يعرف بالأدب الجاد، أي الأدب النفسي. إنها ظاهرة تربط حياة القارئ باختياراته القرائية. ربما هو موقف حياتي محدد يؤدي إلى الحاجة إلى نصوص أدبية معينة. يمكن تلخيص هذا الفصل، يعني أساتذتي الأفاضل، إنه أنثروبولوجيا المكتبات.
في تصفحي ويعني اطلاعي المتواضع على انواع الانثروبولوجيا الفرعيه، هناك انثروبولوجيا الشيخوخه، انثروبولوجيا الملل، ايضا انثروبولوجيا السرير، انثروبولوجيا الاعاقه، وفي هذه المقاله تعرضت الى انثروبولوجيا المكتبات. في بولندا هناك معهد للكتب والقراء، هو معهد للكتب والقراء، ودأب هذا المعهد في تتبع حركة القراءة في بولندا وتتبع القراء من عام 71 موعد تأسيسه أو تاريخ تأسيسه إلى الوقت الحاضر، حيث يجري دراسات يعني أنثروبولوجية مكثفة، وهناك عدد من الباحثين يقضون شهورا في المكتبات ويتابعون حركة القراءة والقراء ويعملون ويعني مقابلات مثلا مباشرة وغير مباشرة واستبيانات وأسئلة للقراء ويعني تفاصيل كثيرة في هذا. في الآونة الأخيرة من عام على مدار 20 سنة كانت سنة بعد أخرى هذه الدراسات، من عام 91 لحد الآن كل سنتين يعني تصدر دراسة عن هذا المعهد. كل ما يتعلق بالقراءة بأنواع الكتب بالمستحدثات مثلا عند ظهور التلفزيون مثلا ومشاهدته كيف أثر، عند ظهور السوشيال ميديا كيف مثلا أثرت، كيف نصنف القراء، كيف نصنف الكتب، هل نعتمد في التصنيف على الكتب الأدبية فقط أم يعني مثلا هناك حديث عن قراء حتى الأطالس مثلا الأطلس، عن قراء what we call the الأدلة السياحية، مثلا المواد الكهربائية أو غيرها، الجرائد، المقالات، غيرها. دقيقتان للأسف الشديد، يعني هناك دقيقتان لكن في الواقع أنا أحتاج ساعتين لتغطية الجميع. دقيقتان أوكي. هناك دراستان مهمتان تحديدا في هذه المقالة أو في هذه الدراسة، هو عن النساء والقراءة، عن النساء والقراءة، لما تقدم ربات البيوت تحديدا، وهذه دراسة أجريت في أمريكا في الولايات المتحدة، عن أهمية القراءة بالنسبة لربات البيوت، ما الذي توفر القراءة لهن، يعني كيف نظرتهن للقراءة، حياتهن بعد مداومتهن على القراءة وهكذا. وهناك الكثير من الكتب عن القراءة لكنني للأسف يعني لا يمكن الاستمرار بها. نأتي إلى العنوان الكتاب، هو قراءة القصص، النساء والبطريركية والأدب الشعبي، وهو أول دراسة إثنوغرافية لجمهور القراء ولا سيما قراء القصص والروايات. إذ أكدت راودي في كتابها، جينيس راودي أوف كورس، في كتابها تعذر فهم الدور الذي تؤديه الرواية العاطفية في حياة النساء في حال التركيز الحصري على التحليل النصي، وانتقدت تقديم القراء في تصانيف سلبية منفعلة، مبينة أن القراء في هذه النظرية يقدمون بصورة الشخص السلبي المنفعل أو بصورة الأفراد الذين يكتفون بالتلقي واستهلاك المعاني المتضمنة في النصوص الثقافية، إنهم على وفق هذه الرؤية عاجزون أمام الأيديولوجيا. سأنتقل طبعاً إلى الفصل الرابع، رغم يعني أهمية هذا الفصل مثلاً في التعريف بدوافع قراءة القصص العاطفية مثلاً وغيرها. الفصل الثالث وهو الفصل الأطول، أكثر من 30 صفحة، الفصل الثالث يتعلق بصورة الأنثروبولوجي في الأدب الحديث. وصورة الأنثروبولوجي يعني هي صورة نمطية إلى حد ما، تنقسم إلى جزئين، هو صورة الأنثروبولوجي البطل وصورة الأنثروبولوجي المثير للشفقة. والمقالة تركز على صورة الأنثروبولوجي المثير للشفقة لأنها الأكثر شيوعاً في هذه الأعمال. الفصل يناقشها من حيث الشخصية، من حيث الموقع الميداني، من حيث نوعية العمل، ويركز تحديداً على who done it
أو مثلا على الأنثروبولوجيا الجنائية أو الأعمال البوليسية، تتحدث عن الجرائم، تتحدث عن مثلا الفك الغاز الجرائم وغيرها. هنا الكثير من الصور، مثلا الأنثروبولوجيون يظهرون بصفة المضطربين عاطفيا، المتخاذلين، الانطوائيين، يعني الخائفين مثلا على الدوام، الذي علاقاتهم متوترة مع عائلاتهم. هناك الكثير من الصور إلى حد ما السلبية، الذين لا يستطيعون إقامة علاقات طبيعية مع مثلا أصدقائهم وعائلاتهم، أو المهووسين بالعمل الميداني والحقلي إلى حد يعني نسيان كل شيء في حياتهم، جانب حياتهم الأخرى. يتحدث الفصل أيضا عن الضغط الذي يتعرض له الباحث في الموقع الميداني، الذي قد يدفعه يعني مثلا أحيانا إلى التعصب، أحيانا إلى القتل، أحيانا إلى خداع المجتمعات المحلية. وفي المقابل يتحدث عن تلك المواقع أو المواقف التي يتعرض فيها الباحث الأنثروبولوجي إلى الإحراج بسبب المجتمعات المحلية وطريقة تعاملها معه. هناك يعني إذا أردنا الحديث عن مثلا أنواع الأنثروبولوجيين، هناك ما لا يقل عن 40 يعني عمل أدبي ما بين رواية وقصة قصيرة تحدث عنها هذا الفصل، مع التركيز على مجموعة من الروايات الأساسية. في الفصل سأنتقل إلى الفصل يعني الرابع، طبعا هو يتحدث عن البالوما، والبالوما هي روح الموتى في تروبرياند، يعني المنطقة التي كتب عنها الأنثروبولوجي برونيسلاف ماليونوفسكي مذكراته، وعاش فيها طويلا. تتحدث عن المعتقدات والطقوس المحلية، وعن let's say المجتمع المحلي هناك، وكيف ينظر إلى الحياة. إلى طبعا هو مجتمع عمومي يؤمن بال يعني المتحدر العمومي، ويتحدث أيضا عن المشاعر التي داهمته هناك من حيث تذكر والدته، الموت في القرية، الصراعات مثلا، يعني القرابة، علاقته بهذا المجتمع وغيره. هناك يعني الفصل الرابع يعني طويل أيضا، وفيه الكثير من التفاصيل، لكن للأسف وهو عن جماعة كيروينا، وعن معتقداتهم وأسلافهم، مع الكثير من الطقوس مثل ميلا مالا، هناك الاحتفال. حتى يعني في ترجمتي وجدت الكثير من الطقوس لم أجد لها مرادفا في اللغة العربية، لأنها محلية للغاية، فكتبتها باللغة الإنجليزية مع شرح، يعني مع شرح بسيط لها، لأنها كلها تتعلق بعادات ويعني ولائم ومثلا طقوس اجتماعية. الشعر بالأثنوغرافيا، سأقرأ لكم فقط. سوي بام هاري باريا هي باحثة أنثروبولوجية وشاعرة يعني في نفس الوقت، وتحدثت تحديدا عن المجتمعات الفقيرة والمجتمعات المبتلية بالصراعات المحلية وال يعني الحروب أهلية وغيرها. لأن الدكتورة آية يعني تستعجلني، سأكتفي بهذا المقطع وأنتقل منه، يعني على الرغم من رغبتي بالحديث عن شاعرة تاميلية اسمها شارميلا، تحدثت عن الاضطهاد الذي تتعرض له المجموعات العرقية، ومثلا المآسي التي يتعرض لها البشر هناك، ويعني هي ناشطة اجتماعية وناشطة سياسية، وتعرضت للسجن، يعني ألقيت في السجن كثيرا، وتعرضت للإيذاء، وحتى أضربت عن الطعام كثيرا، عكست قصائدها رحلة الأوجاع والرحلة المضنية التي يعني سارت فيها في بلدها. هنا القصيدة مكتوبة، كتبتها الباحثة، لكن من وجهة نظر المبحوث. نحن دائما نركز على الباحث، لكن ماذا عن المبحوث؟ هنا على لسان الباحثة يعني تتكلم بالنيابة عن المبحوث الشخص. إلى الباحث، عنوان القصيدة: اكتب لي بحب، اكتب لي كرفيق،
في ذلك الاستبيان الذي جلبته معك. اكتب لي وأنت تفكر بطعام متبل بالملح والفلفل والكركم، ولكن لا تأتي خالي اليدين، لا تأتي لتملأ الصفحات وحسب. قدمت لك الشاي المحلى بالسكر من جيراني، قدمت لك الشاي الممزوج بالحليب من سيدي، ولكنك تأتي لتأخذ مني وحسب، تأخذ مني شيئا أكثر مما أعطيك. أخبرني، ماذا تكتب؟ هل تكتب عن معاناتي؟ هل تمثل معاناتي قصة جيدة لك؟ هل تخبركم هذه القصة أني بحاجة لكل شيء يحتاجه أي شيء أو أي شخص آخر؟ هل تخبركم أن معاناتي لا حد لها، وأني أصلي كي لا يعاني الآخرون مثلي؟ هل تخبركم القصة عن العطش في قريتي، وأن أنهاري تمر فيها وتجد طريقها إلى صنابير بيوتكم؟ وأن أرضي تنتج الثمار التي تجد طريقها إلى موائدكم؟ أخبرني، أخبرني، حدثني قليلاً، لا عن أسئلتك، أخبرني، ماذا يوجد خلف أسجدتي هذه؟ لأني لم أقف على قدمي منذ مدة. أصغي إلي، حتى لو لم يكن ما أقوله أجوبة عن تساؤلاتك. أصغي إلي، حتى لو لم يكن ما أقوله أجوبة، سوري، أود أن أحدثك عن سماوات شباب الأرجوانية، برغم أن الشتاء الأصفر هو كل ما بحوزتي الآن، وأنت، أنت زائري الوحيد في هذا العام. ختاماً، يعني هناك الكثير، ما لا يقل عن 10 صفحات، لكني سأكتفي بهذا القدر. في الختام، جميع هذه الدراسات كتبت في سياق المجتمعات الغربية، وكتبها باحثون غربيون. هذه أول ملحوظة لاحظتها. وكما قلت في البداية، هناك القليل من الدراسات العربية التي اعتنت عناية حقيقية بتناول علاقة الأدب بالأنثروبولوجيا. ربما بحسب اطلاعي البسيط، روايات الروائي العراقي خضير فليح الزيدي تستحق يعني أن تدرس أنثروبولوجيا بحسب اطلاعي البسيط. فهو كتب مثلا عن الباب الشرجي، وكتب عن باب المعظم، وكتب عن مناطق أخرى، وهناك يعني وصف أثنوغرافي مكثف لهذه الأماكن. هذه ملاحظة. يبدو أن الأنثروبولوجيون يعني مهتمون بالأدب أكثر من علماء الاجتماع، وهذا ما لاحظته. حتى أن إحدى الباحثات اشتكت من أنها طلبت من الكثير من الباحثين الاجتماعيين تزويدها بيعني أعمال مثلا كتبها باحثون اجتماعيون، أو مثلا ألفت لهم، لكنها لم تعثر سوى على 6 نصوص. هناك استنتاجات أخرى ويعني تعميمات لكنني أخرى، لكنني أكتفي بهذا القدر. للمهتمين، عند صدور الكتاب إن شاء الله بحسب التوقعات في الشهر القادم إن شاء الله، يعني أرجو لكم طيب القراءة، وأرجو أن تجدوا فيه يعني ما يفيدكم وما يقدم المتعة لكم. شكرا، وأعتذر عن التقصير. الكتاب يقع في 150 صفحة، لكنني اجتزأت هذه الصفحات منه والمعلومات فقط. شكرا جزيلا لأصدقائكم أساتذتي الأفاضل. شكرا جزيلا يا دكتورة على هذه القراءة وهذا العرض الوافي إن شاء الله، وهذا الربط بين الأدب والأنثروبولوجيا. شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى فتح باب الحوار مع السادة المتحاورين، ومن لديه سؤال يتفضل برفع اليد. من لديه سؤال أعزائي؟
تبع آلية رفع اليد لطفاً. دكتورة لا يوجد السؤال. ما لدي سؤال؟ يبدو لا يوجد سؤال يا دكتورة. فاتن جواد دكتور. نعم أوكي. دكتور محمد. نعم تفضل يا دكتور محمد. محمد محمد. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا دكتور. سلام. شكرا دكتور آيات. شكرا استاذتنا الدكتور على هنا على هذه على هذا العرض الوافي. دكتوره يعني هل تطرق الكتاب إلى أنه إلى أي مدى يمكن أن يكون العمل الأدبي رواية أو غيرها وثيقة تستخدم لحقيقة أنثروبولوجية أو للبحث الأنثروبولوجي، أم هل ممكن القول بأن حتى الكاتب حتى لو لم تكن حقيقة ما يعرضه الكاتب فهو مع كل مع ذلك يعبر عن وجهة نظر تستخدم أنثروبولوجيا كذلك؟ شكرا جزيلا دكتوره. اهلا وسهلا استاذنا يعني دكتورنا العزيز. يعني مساله اعتبار الادب وثيقه يعني اعتقد ان ممكن اعتبار النصوص الادبيه وثيقه تعريفيه بالمجتمعات وبالبلدان وبالجماعات المحليه ممكن استخدامها. الجدال كثير ولحد الان المساله غير محسومه من حيث يعني هل ممكن مثلا اعتبار النص الأدبي مثلا نص أنثروبولوجي أو بالعكس اعتبار النص الأنثروبولوجي نص أدبي. ما زالت المسألة قيد المناقشة والتداول حتى في الدراسات الغربية، حتى مسألة مثلا التسمية هل هي أنثروبولوجيا أدبية، هل هي الأدب والأنثروبولوجيا، هل هي مثلا نقول الأدب الأنثروبولوجي، ما زالت حتى التسمية لم تستقر بعد، يعني ما زالت هناك الكثير من النقاش حولها. فمسألة اعتبار النص الأدبي وثيقة، نعم هناك في حالات كثيرة ممكن اعتبار النص الأدبي وثيقة تشير إلى مجموعة حوادث تاريخية اجتماعية غيرها. حتى هناك مثلا اقتراح في تزويد النصوص الأدبية مثلا الروائية تحديدا بالهوامش للتعريف بمثلا تواريخ، بالتعريف بحوادث تاريخية، التعريف بمسميات وغيرها. فالأدب ممكن اعتباره وثيقة. تمام شكرا دكتورة. الآن مع دكتورة فاتن. تفضل يا دكتورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا دكتورة هناء العزيزة صاحبة الخلق والعلم. دكتورة هناء. نعم. الله يخليك. أنا أستاذة علم نفس، والحقيقة أنت أثرتي موضوع أنا شوية وقتها يعني جزء من عنده انقطع الصوت، لكن الأدب والأنثرو والإضافة الجميلة اللي الربط اللي ربطتيه اليوم يعني بعرضك لهذه الكتاب، وإن شاء الله يعني أقتني وأقرأ، لأن بصراحة كأنه فتحتي مسار جديد. لأن من تحدثتي عن عملية الرفض، الأنثروبولوجيين الرافضين للمجتمع اللي ينكر زملاء مجتمعه غير قادر على إقامة علاقات سوية مع الآخرين، وبعض يعني الحالات الأخرى اللي ذكرتيها. أعتقد يعني هذا مسار بحثي جديد للمتخصصين باختصاصنا، أنه يعني
ممكن أن تكون جذور لعمليات نفسية كثيرة إذا بحثنا عليها باختصاصات أخرى، نجد يعني مسارات جديدة للبحث. كنت رائعة، لغة جميلة تحدثت بها، شكرا لك، ممنونين. شكرا جزيلا دكتورة. في واقع الأمر يعني الكتاب أمامي بصيغة وورد، النفس والنفسي تكرر ما لا يقل عن 50 مرة. هناك يعني في بعض مفاصل الكتاب مقاربات نفسية للنصوص الأدبية، وحتى مقاربات نفسية لفعل القراءة. لكن مثلا تركز على الفرد، حالة الفرد، هو علم الاجتماع يركز على مثلا الشريحة الاجتماعية لها الفرد، في حين الأنثروبولوجي على الواقع اليومي، المعاش مثلا للقارئ. كما قلتي يفتح آفاقا كثيرة، يعني هذه دعوة للاهتمام بدراسة الأدب، يعني دراسة النفسية موجودة، دراسة مثلا الأعمال الأدبية نفسيا موجودة ومتعددة، لكن دراسة الأعمال التي يعني يتصدرها الشخصيات الأنثروبولوجيون مثلا، هذه قليلة. فهذه دعوة ربما للاهتمام بهذه، بدراسة هذه النصوص الأدبية مثلا من المقاربة النفسية، من وجهة النظر النفسية. دكتورة هنا، هو يعني أبسط تعريف العلم النفس هو سلوك البشر، يعني دراسة سلوك البشر. فإحنا هدفنا بكل الحياة وبكل العلم وكل العملية التعليمية وكل هاي المؤسسات هو تقويم سلوك البشر. صحيح. يعني أنت حتى تخلق مجتمع ناجح، أنت هذا السلوك تقومه للأفضل، بالتالي هو يصير أساس الحضارة. كل حقبة تحمل معالم ومسميات لعلماء، لسلوكات يعني أحدثوها هذول البشر، وتعرف هذه الحقب بأعمال الناس. يعني أنت تاريخ، والتاريخ شنو غير نتاج سلوكنا وأعمالنا؟ الأنثروبولوجيا، الاجتماع، هو للجماعات، لكن كلها بالأخير تنصب هي بالفرد. فأحسنت الاختيار جدا، شكرا. أهلاً دكتورة، الله يخليك. شكراً دكتورة فاتن، شكراً دكتورة هنا. الآن مع دكتور محمد جميل من قسم الأنثروبولوجي، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً دكتورة آيات، شكراً دكتورة هنا على هذه السياحة الأنثروبولوجية والأدبية بامتياز. طبعاً كنت رائعة في هذا الاستعراض الرائع، وشكراً لجهودك المستمرة والمتواصلة في الترجمة بشكل عام وفي مجال الأنثروبولوجيا بشكل خاص. يعني حقيقة هذا الفرع ممكن أن يضيف يعني جانب علمي، إضافة علمية للمختصين في الأنثروبولوجيا، لأهمية هذا الفرع والجانب الذي أصبح يشكل في العالم يعني حقيقة جانب مهما في معظم الدراسات الأنثروبولوجية، لكن في المجتمع العربي وتحديدا العراقي. وتفضلتي حضرتك بأنه قلة الدراسات الأدبية في هذا الحقل، يعني في كثير من الأحيان حتى نشكو من مثلا من يحاول أن يعني يكتب في الجانب الأدبي في رسائل الماجستير أو الدكتوراه. لذلك يعني نحتاج إلى من يعني يوجه الطلبة، من يعني يدعمهم في كتابة مواضيع تخص الجانب الأدبي، لخلق جيل أو مختصين ممكن أن يعني يرفدوا في حقل الأنثروبولوجيا بهكذا كتابات ممكن تقوي علاقة مع الجانب الأدبي. وكما يعني معروفة فروع الأنثروبولوجيا المتنوعة، لكن هذا الفرع لم يحظى باهتمام واضح، وأصبح يعني هناك نوع من يعني التركيز على جوانب تقليدية، وهذا الفرع يعني أهمل بشكل كبير جدا. أتمنى هذا يعني الكتاب يعني نستفاد من عنده، وأنت دائما سباقة في اختيار المواضيع الجميلة والحديثة، وشكرا لك مرة ثانية، وأتمنى إن شاء الله لك الصحة والعافية. شكرا لكم جميعا. تسلم دكتور. دكتور تأكد أن هذا المجال ثري للغاية،
وفيه الكثير من العمل والجهد، وممكن تأليف كتب ودراسات في هذا المجال، يعني ما لا يقل هسه. ربما أنا أبلغت الأستاذة إشراق أنه ممكن ترجمة كتاب مستقل عن الأنثروبولوجيا والرواية والأنثروبولوجيا والشعر والأنثروبولوجيا والقصة القصيرة. للمسرح للأسف لم أجد الكثير، ربما يعني معدومة، لكن في الفروع الأخرى لا، وجدت الكثير الكثير من الدراسات التي تستحق الترجمة وممكن أصدارها في شكل كتب، وقد أعمل في المستقبل على ذلك. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور محمد، وشكرا جزيلا دكتورة هناء على هذا الرد، وأشكرك يعني جزيل الشكر والتقدير لهذه القراءة. الآن يتفضل الدكتور سعد معاون العام للشؤون العلمية بتقديم الشهادة التقديرية للدكتورة هناء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتورة هناء على هذه السياحة الأنثروبولوجية، ونتمنى لك كل الموفقية وقراءات جديدة إن شاء الله في مجالات علم النفس هالمرة. إن شاء الله. وبهذه المناسبة نقدم لك هذه الشهادة التقديرية. تسلم، شكرا. نتمنى لك الموفقية مستقبلا. شكرا دكتور، تسلم، شرفتنا. شكرا. شكرا جزيلا للحضور الكرام. شكرا جزيلا لكل الأساتذة والسادة الحضور الأكارم من داخل الجامعة ومن خارجها، أنرتم هذه القراءة. شكرا جزيلا لك دكتورة لهذه القراءة الهادئة والتي خرجنا بها بفائدة، وبالتأكيد أعطيتينا دراسة في نهاية هذه المحاضرة، أتحت لمن يريد أن يبحث في دراسة الرواية أنثروبولوجيا أن يأخذ ما يريد من هذه الروايات. شكرا جزيلا لك يا دكتورة لهذه القراءة، وإن شاء الله نلتقي بك في قراءات أخرى بإذنه تعالى. شكرا جزيلا للجميع يا رب إن شاء الله. أعزائي الحضور الكرام، نلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء في قراءة دولية إن شاء الله مع الدكتور محمد خاقاني بإذنه تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وتصبحون بخير.